السلام عليكم، مرحبا بكم ناس جياسكات. تجور مع جديد وأخبار شبيبة القبائل وميركاتو شبيبة القبائل الذي بدأ يتحرك إن شاء الله. الجديد مع حسام الدين غشة، لاعب يعجبني بزبزف. دوك نحكيو على صفقة هذا اللاعب، وأيضا الظهير الأيسر للنادي الإفريقي التونسي نبيل عمارة يتفق مع زافور. ديروا لنا لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق بان ندخلوا طول فالرسمي ان شاء الله. نبدأ بالظهير الايسر، ممتاز هذا، ثاني ظهير ايسر للنادي الافريقي التونسي نبيل العمارة يتفق مع زافور الامضاء في شبيبة القبائل. نتمنى ذلك، يبدو انه ثاني صفقة لشبيبة القبائل. تفاوض امسية امس مع زافور الذي بدأ يتحرك وبالشكل السريع، نتمنى ذلك. ربما زافور صام وبدأ يفطر غير على الأكلة الشهية، نتمنى ذلك، لأنه لاعب ممتاز ظهير أيسر، شفناه في مولودية الجزائر، لاعب ممتاز، ولا بالي بلي الكل قد يرضى بهذه الصفقة. نتمنى أن تكون من الصفقات الناجحة إن شاء الله، وربي يتمم، لأنه قال لك في الساعات القليلة القادمة سيمضي على عقده مع شبيبة القبائل ويكون إن شاء الله ثاني المستخدمين بعد بالعمري. واللاعب الثاني ثاني لاعب ممتاز جدا، يعني هذا حسام الدين غشة من اللاعبين اللي يعجبوني بزاف، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين يكون من نصيب شبيبة قبائل ويكون في شبيبة قبائل وبألوان شبيبة قبائل العام القادم ان شاء الله. هو فيه خبر قال لك بلي راهو قاعد يتفاوض مع زافور، وان شاء الله يا رب العالمين، لما لا؟ كاين الكثير يقول لك او منا، لا لا يا أخي، 25 مليار تاع موبيليس تقدر تجيب لنا لاعبين ممتازين، وهذا من اللاعبين الممتازين اللي شفناه، كان في صيف متألق جدا، لاعب ممتاز مهاري، وسط ميدان هجومي رائع جدا، يقدر يدير لا ديفيرونس، يسجل أهداف، لاعب ممتاز، لاعب كاليتي يعني كيما يقولوا. المهم اللاعب راهو في مفاوضات مع زافور وتحرك زافور، إن شاء الله يا رب العالمين هذا اللاعب تصلح مع شبيبة قبائل، نتمنى ذلك ويكون من الصفقات تاع شبيبة قبائل. أمنيتي لاعب ممتاز، هكا نقدروا نقولوا باللي شبيبة بدأت تتحرك وبدأت تجيب اللاعبين تاع الصح. يلا لايك الفيديو، أبوني في القناة، واتركوا لنا تعليق مع أخبار جديدة سنوافيكم بها كجديد، راح نكونوا في المواد إن شاء الله. أي مع فيديو جديد، سلام خوتي.